اتبرعت بدمك قبل كده؟ تتبرع بيه ليه؟ الناس اللي بعضيها بيه، انا قلت يمكن حد محتاج دم ولا حاجه وانا عندي شويه دم زياده كده من كتر الغزه، فقلت يعني. ايوه بس انت شكلك هفتان قوي. ما تاخدش على شكلي بيه، انا شكلي كده صحيح بس عندي دم يعني ودم حامي. طب احنا دلوقتي بنركز على فصيله دم وانت فصيلتك ايه بيه؟ ودي مش مطلوبه قوي. هتنطلب بيه. احنا الموسم ده موسم حوادث وهتفرج باذن الله، وبعدين الفصيله بتاعتي هي فصيله الاغلبيه يعني الناس كلها يعني. لا بس فيه الله يخليك، مراتي وابني مش لاقيين ياكلوا. طب تعال. لك ما كده. مالك؟ مالك يا ابو الدهب؟ شكلك متضايق ليه؟ ابدا الحكايه مقفله معايا شويه جمالات. بعدين زينب والواد ايه؟ كان على عيني يا اخويا. بس انت عارف الراجل زيهم جوز الله يخرب بيته، مشطب عليا اول باول منه لله. هو انا هلاقيها منين ولا منين؟ منك ولا من زينهم؟ خلاص 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 يا جمالات. انا مش عايزه زينهم يعيرني بيك، الهتبتين اللي بنزل ابيعهم برجع بيهم تاني. طب اعمل ايه؟ رايح فين؟ اقعد اشرب الشاي. يقطعني، انت زعلت مني؟ قامت يا حجي الوحشه دي، قامت تقرف. مرحبا منظر. اجدع من عشره زيك. استاذنك. مع السلامه يا ابو الدهب. زي اختك ولا عارف فين. معلش يا دوب بقى. ولا عرفت من شكلها اللي يقرف؟ عيب يا راجل، الله يكون في عوني. روح انت يا ابو الدهب. بالك لو جوزتها يومين. روح انت، سيبك منه، ده راجل مجنون. هتمسح. سلم على زينب والوالة. هعدي عليكم. مع السلامه يا ابو الدهب. اهلا يا وحشات. جتك ستين نيلة في ملفظك الوسخة. ابي ابي يا اخويا باللي ادهولك اخوك. ما تعيش حاجة، والهتبتين اللي بعتهم خدت فلوسهم عايز ايه تاني؟ يا شيخ يا روحي، جتك ستين نيلة. جتك ستين نيلة. صريخ مريخ يضرب الارض يطلع بطيخ. عليا اللي مستحمل قرفك، اللي ما جيت في يوم لقيتك عاملة لي ذكر بط جوز الحمام حلوين. على ايه يا خاطرة؟ على شوية ملوخية، شوية بامية، شوف الراجل يخيبك وانت بتنام جنبي زي خالتي مالكش عادة. جاتك القرف. شاب علمين. مرحبا ابو الدهب، انت فين يا جدع انت؟ بقالك تلات ايام ما ظهرتش، ده انا قلبت عليك الدنيا ومش عارف بيتك. خير؟ خير وكل خير، دي فرجة بالقوي. المعلم هريدي تاجر البن بالجملة شافك قاعد عندي، سأل عليك ولما عرف ظروفك وافق انه يشغلك عنده. حلو بجد بجد ده بجدين. يلا بينا نروح.